لا ما احنا متفقين الصفقات مش هتيجي دلوقتي، مفيش فلوس. طب ليه كان بيبقى في وعد للجمهور؟ ممكن يبقى شو؟ شو؟ ما دلوقتي الازمه ايه دلوقتي اللي عندنا؟ ماليه. وانك بتجمع فلوس ومفيش فلوس عشان تدفع غرامه سبورتنج لشباب. واللعيبه اللي جايه دي هتاخد ولا مش هتاخد؟ اكيد هتاخد ان شاء الله جزء. عشان كده هم رجعوا للمعارين. رغم ان مفيش حد كتير سافر معاهم. مفيش غير يوسف اوباما بس. لكن الوضع اللي هم حمدي علاء حمدي علاء اوباما وحمدي علاء هي القايمه قدامنا على الشاشه. فهي المشكله في حاجه ان واحمد زكي واحمد زكي كمان ده الصغير. ده برضو راجع من العار. او احمد زكي وحمدي علاء كابتن واوباما والباقي كله اللي كان بيلعب غالبا يعني. انا بقول لحضرتك الزمالك طالما راح يبقى لازم اللعيبه دي تبقى رجاله ويبينوا لمصر ده باسم مصر ان مصر فيها فرقه قويه. طبعا طبعا ان شاء الله. مش عايز اقول خلينا دلوقتي في المجموعه الاول ماشي ان تطلع اول او تاني. المجموعه صعبه لكن الزمالك قادر طبعا بس ينسى مشاكله ينسى مشاكله الماديه والاداريه. انا رايح العب عشان اكسب. لا لازم دي رساله للاعبين بقى كابتن. طبعا. مش كل حاجه انت خلي بالك الناحيه الاداريه لما تبقى مش كامله انت بتدي اللعيب فرصه يبقى عنده زي ما بتقول بيتلكك. تمام اصل انا ما خدتش اصل بيتي اصل ما فيش خلاص. فانت رحت دلوقتي الوضع اهو الوضع ده لازم ترجع منه عامل حاجه كويسه جدا لان هتستفيد لعب تستفيد ماديا وهيعود على النادي تمام بالخير يعني بحاجه كويسه لغايه ما نشوف. لا مكافئات البطوله العربيه كبيره بس ما انت لازم تكون في ادوار متقدمه طبعا. انت عارف كده ادي. انا بقول لك يمكن حتى الكابتن وائل وحضرتك كنتوا بتكتبوا الفرقتين الاولين الشباب والاتحاد المانشستري. ممكن الزمالك يكسب بسهوله يكسب الاتحاد والشباب. تمام ان شاء الله خلاص. النصر بما حاضر بقى زي ما وائل بيقول كريستيانو بتاع ده وضع ثاني. ده كريستيانو وماني كمان قرب في بلاوي يعني بس خلي بالك انا بقول لك ممكن تبقى اسهل تيجي تكسب الماتشين الاولانيين مثلا او تكسب وتتعادل يبقى انت عندك امل ان انت تبقى اول او ثاني. صح خلاص قسمها يعني. ايوه تقسم وبعد كده لما تطلع بقى من الدور الاول ان شاء الله تخش بيبقى في حاجات تانية كتير كل دور بقى وحساباته بقى. لكن لازم تعرف ان دول هم اللي هيأدوا هم اللي هيلعبوا خلاص. مين هو بقى اللي هيبدا مين اللي هيطلع مين لا لازم يبقى انا عندي نوع من النخوه والرجوله والروح ان انت ترجع كويس يعني الناس تستقبلك حتى في المطار او تستقبلك يبقى في حاله من حالات الرضا بس ده اللي مطلوب منك مش البطوله. لا ما بص احنا قلنا ايه لو اتقسمت ممكن تبقى في ثانيه صح في النهايه اتفق معاك. لكن لازم تعرف من الاول عشان ما تجيش هتبقى مشاكل كتير وهتبقى كارثه والناس بقى المجالات هتتكلم كلها. لكن انت من الاول عارف ان دول هم اللي هيكونوا موجودين يلعب منهم من يلعب يقعد احتياطي ينزل لازم تكسب عشان تبين للناس في الظروف الصعبه في رجاله في نادي الزمالك او في ناس هممها نادي الزمالك. تمام دي جزء مهم.